السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي. سنتحدث اليوم عن درس جديد من دروس النحو ألا وهو النعت. النعت هو عبارة عن اسم يتبع المنعوت ويبين صفة من صفاته. يبقى أولا لابد أن يكون النعت اسم هو بيتبع المنعوت. إيه هو المنعوت؟ ده اللي احنا نعرفه من خلال الأمثلة. يبقى النعت هو اسم بيتبع المنعوت قبله ويبين صفة من صفاته، ويتبع المنعوت في أربعة أشياء. أولا النوع تذكيرا وتأنيثا، التعريف والتنكير، العدد إفرادا وتثنية وجمعا، الإعراب رفعا ونصبا وجرا. فإذا قلنا الطالب المتفوق محبوب، هذه جملة اسمية، ونحن نعلم أن الجملة الاسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. فكلمة الطالب تعرف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، محبوب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما كلمة المتفوق فما إعرابها؟ فنحن نصف هذا الطالب بأنه طالب متفوق. يبقى كلمة الطالب قلنا قبل السابق أنها مبتدأ، ووصفت هذا الطالب بأنه طالب متفوق، يبقى المتفوق هتعرف نعت. طيب تعالوا بينا نطبق الأربع شروط اللي احنا سبق وقد ذكرناها في النعت. أولا الطالب معرفة، فجاءت كلمة المتفوق التي تعرف نعت معرفة. الطالب مذكر، فجاءت كلمة المتفوق مذكر. الطالب مفرد، فجاءت كلمة المتفوق مفرد. يبقى إذن النعت بيتبع المنعوت. يبقى كلمة الطالب هي عبارة عن منعوت، والمنعوت هنا قلنا أنه يعرب على حسب موقعه في الجملة. آخر حاجة أن النعت بيتبع المنعوت في حكم الإعراب وليس في علامة الإعراب. فكلمة الطالب مرفوعة، يبقى إذن كلمة المتفوق هي أيضا مرفوعة. يبقى هقول عليه هو نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى المتفوق ده نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والطالب هو المنعوت، والمنعوت يعرب على حسب موقعه في الجملة. 2 رأيت عصفورين مغردين. رأيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل، وتاء الفعل ضمير متصل مبني في محل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فعل. عصفورين، ماذا رأيت؟ رأيت عصفورين، يبقى عصفورين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. عصفورين صفة هذين العصفورين بأنهما عصفورين مغردين، يبقى إذا كلمة مغردين هتعرب نعت. تعالى كده نطبق الأربع شروط. أولا كلمة عصفورين قلنا جاءت هنا نكرة، فكلمة مغردين أيضا جاءت نكرة. عصفورين جاءت مثنى، فكلمة مغردين أيضا جاءت مثنى. يبقى قلنا نكرة، قلنا مثنى، قلنا بعد كده النوع عصفورين مذكر، فجاءت كلمة مغردين هي أيضا مذكر. آخر شرط هو حكم الإعراب، كلمة عصفورين منصوبة، يبقى إذا كلمة مغردين هي أيضا منصوبة. يبقى هنا المغردين هتعرف نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. حضر التلاميذ المتفوقون. حضر فعل ماض مبني على الفتح. مين اللي حضر؟ حضر التلاميذ. يبقى التلاميذ هنا هتعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. طب المتفوقون، كلمة المتفوقون هي صفة من صفات هؤلاء التلاميذ. التلاميذ جاءت معرفة، المتفوقون أيضا معرفة. التلاميذ جاءت جمع، كلمة المتفوقون أيضا جاءت جمع. بعد ذلك قلنا أن يبقى قلنا هي معرفة، وبعد كده ذكرنا من حيث نوع العدد، ذكرنا أيضا التلاميذ جمع مذكر، المتفوقون أيضا جاءت جمع مذكر. يبقى إذا كلمة المتفوقون هي نعت للتلاميذ، والتلاميذ قبل ذلك قلنا هي تعرف منعوت، والمنعوت هيعرف على حسب موقعه في الجملة. يبقى إذا المتفوقون هتعرف نعت مرفوع وعلامة رفعه هنا الواو لأنه جمع مذكر سالم. أما التلاميذ فكانت مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها جمع تكسير. بعد كده المثال رقم 4، سلمت على صديقين محبوبين. سلمت على صديقين محبوبين، على حرف جر مبني لا محل له من الإعراب. صديقين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. طب محبوبين هي نعت، نعت هنقول هنا هي نعت مجرور لأن النعت بيتبع المنعوت اللي هي كلمة صديقين. يبقى إذن كلمة محبوبين نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى.
يبقى عرفنا ان النعت بيتبع المنعوت، قلنا في اربعة اشياء: اولا النوع، تذكيرا وتأنيثا، التعريف والتنكير، العدد افرادا وتثنية وجمعا، الاعراب رفعا ونصبا واذا وجرا. فاذا طبقنا هذه الشروط تعرب هذه الكلمة نعت. شكرا لكم تلاميذ وتلميذات الصف السادس، ومع درس جديد من دروس النحو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.